أحبك حبي ما قدر أعند في إحساسي، لقيت الحب شي أكبر من إني أخذ أنفاسي. يعني أكثر اثنين دراما كوين بالكويت وقطيتوهم ببرنامج بإذاعة بيوم الفالنتاين، تدرون شو راح نسوي؟ قلنا يعني أنا وآلاء قدمنا طلب قبل أسبوعين. الطلب هذا أن احنا نبي يكون في عندنا جهاز حصري نستخدمه على الهواء اليوم في يوم الفالنتاين، وهو جهاز كشف المشاعر. ولله الحمد قدرنا بأن احنا نحصل على هذا الجهاز وصار موجود عندنا. الجهاز بكل بساطة يقرأ نبرة صوتك وانت قاعد تتكلم عن الإنسان اللي تحبه، ويقوم بمساعدة سيستم مارينا اف ام بقراءة هذه المشاعر واختيار أغنية تتطابق مع إحساسك. ها، الجهاز إذا شغل لك أغنية ما تتطابق مع إحساسك معناته أن أنت مشاعرك مزيفة وليست حقيقية. اللي يبي يتأكد إذا مشاعره تجاه الشخص اللي يحبه حقيقية ولا لا، خلي يدق علينا على 220-20-94. شكرا انك خليتيني اليوم اقول الرقم. طبعا لا، اليوم غير، اليوم غير. ها اي طبعا. اللي يبي يتاكد اذا هذه المشاعر اللي بقلبه حقيقيه ولا لا، كل اللي عليه يسويه بس يدق على 220-20-94 ويسولف عن الانسان اللي يحبه. بعد ما يسولف على طول بس اقول له بس وقف، راح يشتغل الجهاز بالاغنيه اللي المفروض انها تكون مناسبه، ونشوف تمشي ولا ما تمشي السالفه. شتها جين انا هقى، ما في احد مشاعر مزيفه، ما في أحد مشاعره مزيفة؟ لا والله راح ننصدم اليوم. أنا وآلاء جربنا الجهاز والأمانة أنا أشوى، الحمد لله طلعت مشاعري حقيقية وآلاء طلعت مشاعرها حقيقية الحمد لله. فخلنا نشوف أنت وشنو راح يصير معاكم. 220-20-90 وضعوا الناس الحين كلها تبي تتأكد إذا مشاعرها حقيقية ولا لا. أوه. فبدأت الاتصالات تينا من كل مكان، من برا الكويت أو من داخل الكويت، تقدرون أنت وتدقون علينا وتطلعون معنا على الهواء ونشوف منو اللي مشاعره حقيقية منو اللي مشاعره مو حقيقية أبدا. آلاء تقدرين أنت تبلشين إذا تبين؟ يعني طبعا أبلش. تبين؟ أبي أبلش. أوكي بس قبل لا تبلشين خلينا نشوف هالاتصال. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا هلا فيك، شانك؟ ألو. أوكي كيفك؟ إذا أنت خفت خلاص كيفك. ألو. لا هو نفسه. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. أوه. ألو. مش قاعد يصير، عفوا الشبكة وخطين معي على الهواء. ألو قوة. هلا. هلا فيك، شانك؟ هلا والله. أهلا وسهلا، اسمك بالخير؟ اسمي منيرة. يلا منيرة تكلمي وبعد ما يعني أقول لك بس وقفي معناته الجهاز سوى لود، أوكي؟ وراح يعطينا الإحساس المناسب. جاهزة؟ جاهزة. تفضلي. عزيز وغالي وأحبه وعيالي، بس كرهني وايد، صار قاعدة تسوي أحبه وأضحي عشانه. كملي كملي، الجهاز محتاج يقرأ بعد شوية. ودي يعني أروح بروحي وأقعد بروحي وهد الدنيا بس ما أقدر. أوكي جاهزة؟ خلنا نشوف الجهاز شو يقول عن مشاعرك. إيها أحبك هذا حظ الكتاب. يعني الجهاز قرأ إحساسك عدل 100%. هذا حظ الكتاب. إيها أحبك هذا حظ الكتاب. يعطيكم العافية، حياك الله، أهلا وسهلا ومشكورة وايد وما قصرتي منيرة. منيرة مشاعرها حقيقية جدا، مشاعرها حقيقية وبدليل بأن الجهاز قرأ الإحساس بشكل صحيح 100%. على فكرة احنا الجهاز بس مأجرينا لثلاثين تجربة على الهواء اليوم فقط، ما نقدر لأكثر من 30 تجربة، راحت تجربة وباقي عندنا 29 تجربة اختبار مشاعر علشان نعرف إذا مشاعرك حقيقية ولا لا. منيرة ضبطت فيها هسه؟ لا منيرة ضبطت. إيه أحبك وهذا حظي اللي انكتب، تقول وأحبه بس جرحني، هذا حظها اللي انكتب، شو نسوي بعد؟
بنت ابوها. بنت ابوها يا بنت ابوك. يا هلا والله. هلا فيك. اهلا وسهلا. تمام الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. انا شويه مرتفكه لانه اول مره اشارك في برنامج داعي. حياك الله. بس ودي شويه اوصل احساسي لان لانه وايد حسيت انه برنامجكم يعني او اليوم بالذات يوم الحب ودي اوصل رسالتي. اوكي بتسمحي لي اجهز واشغل الجهاز اللي راح يقرا مشاعرك وراح يختار شنو اللي يناسب مشاعرك. يعني قبل شوي مع منيرة يعني قرا احساسها عدل فعاد ما ادري انت ايش راح يكون الوضع وياك. اوكي ان شاء الله. تفضلي تكلمي. طبعا رسالتي حق زوجي وعيالي. اقول انا حبيتك من اليوم الاول اللي التقيت فيه معك. لكن شوي الحب هذا مثل جت له صدمة من الشيء اللي شفته منه. أقول مهما كان ومهما صار تبقى بعيالي وأظل أحبك رغم كل الظروف. كافي كذي لا تكملين أكثر. خلينا نشوف الجهاز شو يقول. عزيز الروح يقول لك الجهاز. أظن لا يعني قاريكم عدل جهازنا اليوم. قاريكم عدل جهاز كشف المشاعر اللي موجود بريفرش اليوم يعني موصل إحساسكم عدل 100%. شوفي في مقطع بغنية عزيز الروح يقول كثير أشياء صارت بيني وبينك على وجهي يبين حبي لك بوضوح أنا راضي قليلك يا نظر عيني على قل الوصل يا عزيزي. عجيب الشعور عجيب الشعور والله العظيم. صح. استمتع لما اشوف الناس اليوم واصله حق مرحله قاعده تعبر عن شعورها بكل راحه. طبعا صح ماكو احب اصلا من تعبير الصجي اللي يطلع من قلب صدق. يا جماعه انا مالي شغل اذا احد منكم كان قاعد يتكلم وجهاز كشف المشاعر صاده بغنيه. ها طلع كشف المحبه اليوم. اوه ارفع
مارينا اف ام 94 مع علي نجم وآلاء الهندي. تطبيق كريفز، أسرع توصيل في الكويت. كريفز في مطاعم ترضي كل الأذواق. نزل تطبيق كريفز واطلب من مطعمك المفضل، ومع كل طلب بتزيد فرصتك لربح جوائز قيمة بنهاية الشهر. قاعد بالشاليه؟ لا تحاتي، كريفز يوصل لعندك. نزل تطبيق كريفز علشان تستفيد من العروض الحصرية. باجي إعلانين. هل تبحثين عن المنتجات المثالية لبشرتك الجافة أو الدهنية أو الحساسة؟ الآن حصرياً لدى بوتس، استمتعي بالتسوق ضمن عرض اشتري قطعتين واحصلي على الثالثة مجاناً من تشكيلة متنوعة من المنتجات تشمل نمبر 7 الحائزة على جوائز سوب أند جلوري، بوتانيكس، فيشي، أفان وغيرها. لا تفوتي فرصة التسوق لدى بوتس. يسري العرض لغاية 19 فبراير. لآخر الأخبار والعروض الحصرية تابعي بوتس ميدل إيست على إنستغرام وفيسبوك. شعور أفضل مع بوتس. حكايات الحياة، حكايات حكايات بنعيشها وبنحكيها، على قد ما بنشوفها على قد ما نتعلق بيها. الحكايات دي مش مجرد مشاهد وحوار وشخصيات، بداية ونهاية، دي حياة كاملة وإحنا جزء منها. حكايات نتونس بيها كتير، نتمنى إنها متنتهيش، بس مع كل نهاية تتولد بداية جديدة، لأن الحياة كلها حكايات. يلا بينا نعيشها سوا مع أوسان. زوروا osn.com/stories. علي نجم وآلاء الهندي. يبقى معدي؟ لا لا. سلمش علي؟ لا. عيني في عينيه؟ لا لا. ريفرش مارينا اف ام 94. سلام عليكم مها. اهلا وسهلا. اهلا مها، شلونك؟ تمام زينة. ما عندك الجرأة تقولين مشاعرك الحقيقية وجهاز المشاعر يكشفها عادي؟ ايه عادي. يلا. أول شيء ما أدري شنو أقول. ما أدري شنو أقول، ما يعرف يقرأ. ما يصير. صدق أحبك زين، صدق أهوى، صدق أموت شيء. ما أدري. يعني تعرفي لما تضيعين نص الكلام؟ أوكي. بالضبط يصير فيني لما أشوفه بعيالي كل مرة. الحمد لله الحمد لله. هو وايد أشياء كبيرة بحياتي. ما أدري شنو أقول. بس 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 مها، بس بس خلاص اكتمل اللودينج. جاهزة؟ انا من بيت هالعشاش شعوري انت تدري. الله 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 الله، على كثر الوفا فيني قرا مشاعرك بطريقه خطيره جهاز كشف المشاعر اليوم. مع ان طول الوقت انت ما ادري ما ادري ما ادري. ايه بس قدر بس قدر. ايه؟ لان هي في شعور، هو قاعد يقرا الشعور، هو ما له شغل بالكلام، هو النفس عبر عندها اكثر انه. ايوه بالضبط. ها مها، راضيه عن النتيجه؟ افضل. الله يديم المحبه ان شاء الله يا رب، واحلام ايه من كشف.
مساكم كل احساس صادق موجود بقلوبكم. اللي يبي يعرف اليوم شو السالفه وشنو عندنا بريفرش اليوم، بريفرش عندنا جهاز كشف المشاعر. بكل بساطه تتصل علينا على الرقم 220 20 90 4. اول ما تطلع معنا على الهواء نبيك تسولف عن الانسان اللي تحبه وتعبر عن مشاعرك اتجاه هذا الانسان. من اول ما نقول لك بس وقف، لازم توقف لان الجهاز حزتها يكون قرا احساسك من نبرة صوتك، من اختيارك حق الكلمات، من طريقة تعبيرك، ومن بعدها راح يقدر بأنه هو يسمعك شنو الإحساس اللي قراه منك. لغاية الحين خذينا ثلاثة، كل واحد منهم قرا إحساسه 100%. لا تزعل، لا تزعل إذا الجهاز قال لك أن إحساسك مزيف، أوكي؟ فالأفضل نير. يعني لغاية الحين إحنا ماشيين بالسليم، لغاية الحين ما حد زعل. عندنا نوف، نوف قوة. اهلا اهلا وسهلا، شلونك نوف؟ والله الحمد لله. جاهزه ان انت تخوضين هالتجربه؟ جاهزه، بس ترى انا حبي نوع ثاني. ما اسمع. هو الحب مو حب يتوجه الرجل بس، انا بشوف الجهاز راح يكشف ولا لا. والله ما يندرى، تفضلي. هو الحب اكتفاء وانا فيه اكتفيت، صارت لي سكن ووطن ونفس ودقات قلب ونظر عين ومشاعر كفتني عن الدنيا باللي فيها، عن عمر راح ومثل عمر راحي كله كفتني عنها، فحبي فيها وجودها بحياتي فج اكتفاء. شكرا لأنها موجودة. إن كنتي في كلامك تقصدين أم فالجهاز قراك عدل، إن كنتي تقصدين عزيزة وصديقة قريبة على قلبك يا نوف فالجهاز قراك عدل وقال لك أحاول أخفي إحساسي ولكن بالعشق. قالت هايم خلاص، يعني خلصت الأغنية عندي. مرحبا أحمد. مرحبتين، هلا والله. يا هلا ومسهلا، شلونك؟ والله بخير الحمد لله. أنت تمام؟ أحس يبي يقول شعوره بسرعة. إيه الجهاز جاهز والحين صار وقتك تتكلم عشان الجهاز يبدي يقرأ شعورك، تفضل. لا تفضل. هي صارت كل شيء بالنسبة لي، أحبها إيه، أنام وأقوم عشانها،
كل شيء صارت هي بالنسبة لي، هي صارت الأم، هي الأخو، هي الأبو، ما أقول غير الله لا يحرمني منها، وأسأل الله يجمعنا بيوم تحت سقف واحد نبني في حياتنا ونشوف أيامنا وكل شيء يكون مع بعض إن شاء الله. هي قاعد تسمع الحين، وأنا بس حبيت أقول لها إني أحبها وايد والله لا يحرمني منها، هي كل شيء بالنسبة لي. شكرا أحمد. خلنا نسمع الجهاز شو يقول. لحظة. أنا أكثر والدليل حبي لك حب مستحيل. أبا صادك الجهاز ترى. صادني حيل. صادك الجهاز وهو قاعد يحط لك أغنية عبد السلام محمد الجديدة أنا أكثر والدليل حبي لك حب مستحيل. حيل مستحيل. الله يتمم عليكم إن شاء الله يا رب ويحفظكم ونفرح فيكم معاريس آمين. ونشوف عيالكم وعيال عيال 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 عيالكم. آمين يا رب. آمين يا رب. يلا عاد خلنا نفرح فيك يا أحمد، ها خليك قد الثقة وخليك قد الكلام. بالفالنتاين لا تحاول تنوع بالمسجات عشان يكون اسلوبك واحد مع زوجتك ومو زوجتك ولا يبين عليك ارتباك. نبي مصلحتك اخوي، احنا نبي نبي مصلحتك، دير بالك اخوي، ركز ركز. هابي فالنتاين من مارينا اف ام 94. مارينا اف ام ريفرش. نصايح لا تسويها بالفالنتاين. اليوم الفالنتاين اخذ هالنصيحة، لا تهدي اللي تحبه دبدوب احمر، لا تهدي اللي تحبه دبدوب احمر، الدب لونه مو احمر، الدب ما يرمز حق الحب، الدب متوحش، الدب ياكل سمك ني مو مطبوخ. بليز وصلت. هابي فالنتاين من مارينا اف ام 94. أتمنى يا جماعة أنكم تلتزمون بنصايح بشار الجزاف. والدب متوحش. متوحش الدب. شاهد قوة. والله. أهلاً وسهلاً. واي 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 شاهد ذايبة من الحين. هلا والله. وده تقول وده ما تسلم. أبا أنا الحين أقول لك الجهاز ناطرك أصلاً. بسم الله عليك، بسم الله عليك أمي مساعد. مساعد. ألو. جاهزة شاهد؟ أوكي. تفضلي عبرة يعني اللي بقلبك. صوتك ترى بعيد شوية، معلش الجهاز قاعد يحاول يقرب بس الصوت بعيد. إيه؟ أنا ما كرهته واللي أحبه، بس أنا عارف شعوري متلخبط، أحتاج قربة بنفس الوقت، أقدر أصله بس ما أبي أصله، أبي يدخل لي. عزة نفسي ما بتسمح لي يعني. أوكي. يمكن. أنت شعورك متلخبط فشوي الجهاز متلخبط، بس خلينا نشوف شنو النتيجة لأن أطلع على 100% لودينج. خلينا نشوف. قلة اللي وصلني من ناحية فيني عمر. والله إذا الجهاز يتلخبط مع كل الناس جهاز ريفرش ما يتلخبط. أنت قلتي بعد 4 سنين المشاعر اختلفت صح؟ اللي وصلني منه يكفيني عمر عيل. عزة النفس موجودة بهالغنية مثل ما هي موجودة 100%
بإحساسك. فخور بجهازنا للأمانة. وايد قاعد يقرأ الإحساس بشكل خطير يعني. صح؟ قمت أخاف أنا. ودي بعد شوي أنا أسولف أشوف إيش يطلع لي. أنا بخاطر صار. والله صدق صار بخاطري أجرب. جرحي يا اشكي واقول ويل 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 ويل. على فكره اغنيه غرامك شيء عجيب، من بعد ما فهمت بالموسيقى اكثر استوعبت ان الاغنيه نفس واحد ما فيها سولو ابدا، الاغنيه مستمره من البدايه للنهايه، كورال وميامي قاعد يغنون بدون سكوت. هذا متى ركز بالموضوع؟ قلت لك عقب ما فهمت الموسيقى اكثر. الله يحفظك. اللهم امين اللهم امين. نوال يا ويل
نوال السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ومسهلا، شانك نوال؟ ألو. نعم. ركزي معنا ولا على كمر؟ ما أسمعك صوتك. نوال ما تسمعين صوتي؟ زين أنا تسمعين صوتي عدل؟ الحين أسمعكم. هل أنت مستعدة لكشف مشاعرك؟ نوال. مستعدة. عافية واللي يرحم والدينك، لا تسمعين نفسك بالراديو، لا تركزين مع حد ثاني، سمعينا إحنا بس ولا على كمر؟ معك. أوكي. الحين انت راح تشرحين وتتكلمين عن مشاعرك، ومن بعدها جهاز كشف المشاعر راح يحاول بانه هو يقرا مشاعرك ويوظفها عن طريق اغنيه. اوكي، ست متصلين طلعوا معنا على الهواء كلهم قرا الجهاز مشاعرهم بسلام. خلينا نشوف معك انت شنو راح يصير. اوكي ان شاء الله. يلا تكلم. انا هو معتاب، هو معتاب، بس ودي أحب أوجه حق ناس كلامي كان زين، يعني يأخذونه ك ما أدري أنا بروحي ماني قادرة أعبر، في خلاف بيني وبين ناس، ودي هم يحسون بهالشغلة هذه اللي أنا مضايقة منها. بس هذا هو. أوكي. للأمانة ما توفق الجهاز في انه يقرا مشاعرك ابدا نوال، انا اسف، بس لانه حتى ما مدى يسوي لودينج وانت خلصتي كلامك، انا اسف، مشكور وايد وما قصرتي، ان شاء الله يا رب رسالتك تكون واصله حق الاشخاص المعنيين. اسماء. اهلين. اهلا فيك اسماء، شلونك؟ زينه؟ تمام الحمد لله. مستعده ولا؟ اي مستعده. يلا ابلش؟ اي شيء طبعا. اي صراحة أنا يعني ما فيش أقول، بس أنا توني على علاقة، وصراحة يعني هالإنسان يعني هدية من السماء، طلعني من اللي أنا فيه وراني الدنيا إنها حلوة. أحس إني لما أتكلم عنه قليل بحقه وايد، كل اللي أقدر أقوله الله لا يحرمني منه. الجهاز قرأ الإحساس، الجهاز قرأ الإحساس، الجهاز قرأ الإحساس، باين من صوتك الإحساس. أسماء خلينا نشوف الجهاز شو يقول لك. والله ظاهر الإحساس قرأ يعني بشكل جدا صحيح و100% يا أسماء. أنا بغيته هو. الحمد لله. دام إن خلى ناس تبتسمين هذا أهم شيء. صدق إحساسك كان مبين بنبرة صوتك. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب ويتمم عليكم. قولي آمين. آمين يا رب. مع علي نجم وآلاء الهندي. هلا هلا. عندنا مناي. أهلا مناي. أهلا فيك. اسمك وايد حلو. مشكورة حياتي. إذا شعورك اللي بتقولين هم وايد حلو نفس اسمك؟ إن شاء الله. تفضلي. دم فضلك. أول شيء علي شلونك؟ تمام الله يحفظك الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. أنا قبل كل شيء بقول شغلة. أنا يمكن أنتم ما تعرفون منو أنا شاعرة منايب ابن الله،
لي عمل قريب هالأسبوع بينزل مع بدر الحايبي. ما شاء الله تبارك الله. راح تعرفون إن شاء الله. أنا صديقة البرنامج علي، أنت تعرفني كذي بس أنا شاعرة، وراح تشوفون إن شاء الله أعمالك قريب. الله يوفقك يا رب. يا رب عقبال ما نشوف أعمالك مع أهم وأكبر المطربين بالخليج والوطن العربي يا رب. مشكور عليك. وبداية موفقة مع بدر الشعيبي، يستاهل بحور وأنت تستاهل. أنا الحين تشوقت أسمع إحساسها شلون تقولها. تفضلي. شو داخل أغنية؟ أتشرف فيك على يا روحي حبيبتي أنت. إحساسي اللي بقوله حق أطيب وأطهر شخص بالدنيا، انت كل شيء بحياتي. الزعل ما يسوى والله بمثل هاليوم. مهما تكلمت ومهما يعني حاولت اوصلك الحكي، ما راح اقدر اوصف شعوري صوبك. انت تسوين الدنيا بعيني. لا تغرد كلمه طلعت مني او شيء يمكن بدر مني انا ما اقصده. انت والله العظيم اهم واعظم شخص بحياتي، لا تزعلين مني. زينه انت بالنسبه لي تختصرين كل علاقات الدنيا. انتي اختي، انتي سند ظهري، انتي حبيبتي، انتي وايد اشياء بحياتي. وصل الاحساس. لا تزعلين. وصل الاحساس مناي. احبك وايد. وصل الاحساس مناي. خنشوف الجهاز شو يقول. انا وقلبي نعترف لا والله اختار لك شيء مميز. قرا احساسك عدل الجهاز مناي. حمنا اعتراف. ايه مشكوره وايد وما قصرتي. اهلا وسهلا حياك الله. جهازنا توفق لغايه الحين مع 1 2 3 4 5 6 7 8 متصلين قرا احساسهم صح. باقي عندنا 22 تجربه. اذا حاب ان الجهاز يقرا احساسك دق علينا. راشد. انا وقلبي نعترف. شباب الحمد لله. شو اخبارك؟ خير. جاهزه تعبرين ونشوف؟ جاهزه. تفضلي. مشاعري نفس هي قبل سنه ما تغيرت. الشخص اللي يوم يجمع راح يكون عيد زواجه الاول. احب اقول ترى مشاعري هذه ما تغيرت، وكل شيء مثل ما هو ما تغير. بحتاج منه بس اتصال بس. كافي. خلينا نشوف الجهاز يقول لك. يا قمر الليل، يا محلى الليل ويا حبيبي،
الجهاز كان غير موفق بقراءة مشاعر حصة، بس أنا بشغلها شيء. راح أقول لها لا بأس بقليلا من الدموع أحيانا، فهي غسيل للقلب. وإن شاء الله يا رب اللي كنا مو أقوية عليه قبل فترة نقوى عليه مع الوقت، لأن الوقت يعلمنا شلون نقدر نتعدى أي إحساس يخيب الظن في قلوبنا. دمعتك غالية أبا، ما بيه تضايق. وإن شاء الله يعني هالغنية هذه شوية تعدل مزاجك. الجهاز كشف المشاعر بكبرى حاش ألاق لما نسمع دموع. فالله سألني على التردد 94. لا تاخذ كل شيء قاله نزار قباني وتهديه حق اللي تحبه، تأكد من الكلام، لأن ترى أحيانا نزار قباني يكتب وهو معصب، فيمكن يكون قال شيء ولا مني ولا مني ولا فأنت تصير من مناك يعني. هابي فالنتاين من مارينا أف أم 94. آخر واحد راح نخليه يخضع للاختبار. فيصل، فيصل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ الحمد لله. شلونك أنت؟ أنا تمام الحمد لله. جاهز تعبر عن مشاعرك علشان الجهاز يقرأ إحساسك؟ أنا جاهز، بس اسمي جعفر مو فيصل. اسمك جعفر؟ إي نعم. حبيبي غلطتي، أنا آسف. حبيبي قولي معذور، عادي ترى مش هرزانة السالفة. عادي. يلا عبر قول. الشخص اللي بتكلم عنه شخص أحبه وايد أكثر من نفسي، وفي كل مرة أحاول أدور إحساسي في أغنية أهديها لها وما ألقى. كلمة واحدة أقولها لها بهذا اليوم، أحبك وعسى الله يرتبنا لبعضنا. خلينا نشوف الجهاز شو يقول. يعني
عنياتك مقشرة 100% على فكرة جعفر. اي اوكي انا بعد قلت كذي صح الظاهر من هول الصدمة والموقف. يعني اقول لك سر؟ قول سر. مصادر مؤكدة تقول ان باكر انغام راح تغني هالاغنية بحفلتها. متأكد؟ هي شوفي على حلو بأن بيوم الحب نسولف حب نتكلم حب نعبر حب ونغني حب. شلون؟ لما نتكلم عن نغني حب راح أتكلم عن أكثر فنان شاب كويتي بوجهة نظري صوته عبارة عن قلب حب عود. يعني لما يغني أحس قاعد يطلع قلوب حب بالسماء. نبرة نبرته حب نبرته. شوفي بالنسبة لي لو مشاعر على سبيل المثال شيرين كانت موجودة في رجل فهي 100% موجودة بهالصوت. طبعا هذا. إحساس قاعد يمشي على الأرض. إحساس 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 وايد حلو. أحب سلوبة إذا أنا صوبة شي سوي فيني آه يا ويلي ودايم على هالحالة حالة لو ما ولا عاطفي انطفى نور المحبة شوفي قرب يختفي ماني عارف موقفي ماني. تدري شو أكثر أغنية أحبها حقه؟ شنو هي؟ أنت قلبك ينكتب لا يعتمد وينكتب لقلبه محاسب النظام وانت قبلك ما سكن قلبي أحب لأنك الأول ولا بعد كلام. أنت قلبك ليش أحب هالأغنية هذه؟ ليش تحبها؟ عشان هالمقطع عشاقه ايام يا بعد هالناس مني لك وعد ما اعطي الخفاق غيرك والغرام مشتاق لك وحشتني فقدتك والهان كل هال. جاسم محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور العافية والطيبة وأحوجتني بصراحة. بقول لك شيء بسألك سؤال يعني. والله العظيم جاسم يعني شوي بس بستخدم الميانة اللي بيني وبينك عشان بسأل سؤال. أكيد تمام صدقك تغني شيء إيش فيك منو مزعلك؟ بعد والله شذي أنحرج أنا ها؟ أنحرج تنحرج؟ إيه؟ عيال ما أقدر أقول إلا ويلا ويلا صح ويلا ويلا
واللي معه واللي اليوم موجود هو بني آدم مبدع بشكل خطير آلاء. لما شفته شلون قاعد يعزف في يوم من الأيام صار فيني لا أنت تغشمر يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. شلون في بني آدم عنده مخيلة موسيقية بهالطريقة؟ من توزيعاته أغاني مميزة، ولكن الأقرب إلى قلبي أنه هو موزع أغنية اسمها فوق الغلا. اسمعي اسمعي. لك عمر اللي راح عمري اللاتي إلك فوق الغلاداتي ولك عمر اللي راح عمري اللاتي وجودي أنت وأحلامي وكل الناس قدامي وجودي أنت. بما أن احنا قاعد نتكلم عن موزع موسيقي فحالات نسمع موسيقى بعد بالأغنية وين صايرة. اسمعي السولو. عندها أغنية من توزيعها يا آلاء انترو سولو، الأغنية كلها على بعضها أغنية خطيرة جدا أنا وايد أحبها، من ألحان تركي الفصام الصديق العزيز اللي وايد أحبه ووايد مبدع هو، ولكن توزيع أحمد فؤاد بهالأغنية هذه يعني أنا لغاية اليوم أنت موجود عندي بالاستديو فأقدر أقول لك يا هوي هبوي. أتحداك توزع أغنية مرة ثانية أحلى من هذه. أوكي سمعي 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 أنت وقولي لي سمعي. بس ودي اسمعها عرفت ايش الشعور. احمد فؤاد وجاسم محمد اليوم مع آلاء الهندي علشان احس اني ضيفه علشان نعيش موسيقى. سولفنا موسيقى عبرنا سولفنا حب عبرنا حب تكلمنا مع الناس حب صار الوقت ان نغني حب الحين. وجاسم محمد واحمد فؤاد شكرا على تلبيه الدعوه ان اليوم احنا نكون تحت رعايتكم مع آلاء الهندي بالموسيقى. لكم الحق ان انتم تختارون شنو تبون تغنون، لكم الحق ان انتم تفننون، لكم الحق ان انتم تعيشون. نبي الناس اليوم تعيش جو الحب ولكن لايف، ما ابي اشغل اغاني من استديوهات، ما ابي اشغل اشياء مسجله، شغلنا بما فيه الكفايه. حلو شعور اللايف وفرصه بعدين انت يعني هم شيء ما تسمع اغنيه تشوف دائما يعني ضبط الموضوع. الهداءات موجوده الهداءات موجوده اي مالك شغل. خلني اتاكد بس تشك تشك 1 2 لو سمحت العب يلا اشوف احمد. اوه اوكي ها لا ها جازم شلون تمام شو اتل اللي بتبلشون فيه تفضلوا شنو اللي تبي انا اي شيء تقوله راح اقول معك ما ادري نقول يا حب يلا يعني. طبعا دم يعني حب اليوم وكذي حب الحب نبلش حب حب كلموني الناس عن وحدة قمر قالوا عليها عيون تذوب الصخر كل واحد يطالع بس نظرة ويطاوع قلت أنا ماشي لخليها تذوب رحت أنا ناطر على نار انتظر
انا بشوف وبنطر هالقمر، بس شفت شي مو طبيعي والهوى حول ربيعي، صرت انا منهم ابي نظرة وبس. يا حب ما بعد حب ولا اقدر احب حب ثاني من بعدك، امشي لك كل الدرب لين اتعب اوصل لنا القلب. يا حب ما بعد حب ولا اقدر احب حب ثاني، امشي لك كل الدرب لين اتعب وصل انا القلب. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم يا جماعة. ابتداء من هاللحظة راح نبدي نقرأ كل أغاني الحب اللي بخاطركم تسمعونهم بصوت آلاء الهندي وجاسم محمد على هاشتاغ ريفرش بتويتر. ريفرش مع علي نجم. أيوة. وآلاء الهندي. إيه الحلاوة دي؟ مع كارج تقدر تطلب الحين ورد وكاكاو للغالين ويوصلك متى ما أنت تختار، والتوصيل مجاني مع كود فلاورز. كارج يوصل الورد للورد. اطلب الحين. أزياء رائعة لجميع المناسبات لدى H&M. احصل على خصم 4 دنانير عند أي عملية شراء بقيمة 20 دينار من تشكيلة أزياء النساء ومستلزمات المنزل. تفضلوا بزيارتنا فقط لدى H&M. تطبق الشروط والأحكام. 5 أبواب متأهبة للانطلاق في أي مغامرة ومدفوعة بجيل جديد من محركات بشواحن تيربو عالية الكفاءة. تنوع استعمالاتها وجودتها وأنظمة المساندة في القيادة المبتكرة فيها هي بعض الميزات العديدة التي تترافق مع الراحة الفائقة للسائق والركاب معا. اكتشف السيارة الرياضية المصممة لخمسة ركاب كاين الجديدة، وصلت إلى مركز بورشة الكويت. اعجز تجربة قيادة اليوم على 1-870-870. ماجي إعلان واحد بس. حكايات الحياة، حكايات حكايات بنعيشها وبنحكيها، على قد ما بنشوفها على قد ما نتعلق بيها. الحكايات دي مش مجرد مشاهد وحوار وشخصيات، بداية ونهاية، دي حياة كاملة وإحنا جزء منها. حكايات نتونس بيها كتير، نتمنى إنها بتنتهيش، بس مع كل نهاية تتولد بداية جديدة، لأن الحياة كلها حكايات. يلا بينا نعيشها سوا مع أوسان. زوروا osn.com/stories. علي نجم. علي 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 علي. وآلاء الهندي. يبقى معدي. لا لا. سلمش علي. لا. عيني في عينيه. لا لا. ريفرش. مارينا اف ام 90.4. راح ارد اسلم الهواء مره ثانيه حق آلاء الهندي وجاسم محمد واشوف وين بيودونا هالمره. اوكي انا اسف جاسم، قمت الاغنيه شي فجاه اللي قاعد اغنيها. امون امون صح؟ لا عادي حبيبي. اوكي احمد موجود هنا يعني. تعزف لو سمحت. حبيت بيني وبين نفسي، ما قلت لوش على بنفسي.
شيء بيحصل لما بشوف عيني. ما بقتش عارفة أقوله إيه، ما عرفش ليه خبيت عليه. بضعف قوي وأنا جنبه وبسلم عليه. الكلام لو كان يعبر عن الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. والكلام لو كان يعبر الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي ولا انت داري باللي جرى. سبتهالي عيشي غالي بكل كلمة قلتها لي. الله 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 عليكم والله الله الله عليكم انتوا الاثنين. كنا خلاص بديتوا تسلطنون ها؟ ايش حبيت الهارموني اللي صار فجأة على الهواء. اي لا برافو برافو. ردود افعال خطيرة قاعدة توصل على هاشتاج ريفرش. اذا تبون تسمعون جاسم محمد وآلاء الهندي يغنون اغنية من اختياركم، اغنية حب مثل روحي تحبك اللي مختارينها لو سمحتوا. محمد لان قاعدين نقرا طلباتكم اللي قاعده توصلنا على هاشتاج ريفرش بمناسبه يوم الحب، واحنا قاعدين نغني لايف على الهواء اليوم بصوت يسحر القلب اسمه جاسم محمد، وبصوت ثاني يسحر القلب اسمها آلاء الهندي. وبني ادم لما يحط اصابعه على الكيبورد ويعزف يعني برافو عليك احمد فؤاد. جاهزين؟ طبعا. جاهزين. الهواء لكم احمدان. عيش يبا عيش. روحي تحبك غصب عني تحبك، والمشكلة حبك بروحي جرحني. وإذا شكيت تقول وش كان ذنبك، ذنبي هويتك يوم حبك جرحني. روحي تحبك غصب عني تحبك، والمشكلة حبك بروحي جرحني.
تقول إش كان ذنبك ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني ويلي روحي تحبك أصبعني تحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني وإذا شكيت تقول وش كان ذنبك ذنبي هويتك يوم حبك جرحني ونيت من قلبي تلوات عقبك سلبت لي قلبي وجرحك سرقني أقول قلبي تقول وش عاد قلبك ونجيت أبخفي الحب جرحك فضحني روحي تحبك أصبعني تحبك وين المشكلة والمشكلة حبك بروحي جرحني وإذا شكيت تقول وش كان ذنبي هويتك يوم حبك جرحني مع علي نجم وآلاء الهندي قاعد أغني طبقة نازلة ها إحنا على الهواء وناسة واحد قاعد يغني فوق واحد قاعد يغني تحت مسجين يعني بعد شوي راح أسلمكم الهواء إن كل واحد يختار أغنية يهديها حق أحد يهبه ويغني من الأغاني اللي مختارينها لكم الناس عيد النظر بس ما أظنها أغنية فالنتاين أبدا أكو مثلك وأتحدى العالم ممتاز 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 روحي تحبك غصب عني تحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني وإذا شكيت تقول إش كان ذنبك ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني روحي تحبك غصب عني تحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني وإذا شكيت تقول إش كان ذنبك ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني تلوعت عقبك سلبتني قلبي وجرحك سرقني أقول قلبي تقول وش عاد قلبك ونجيت أبخي الحب جرحك فضحني روحي تحبك والله والله تحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني وإذا شكيت تقول إش كان ذنبك ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني Thank you.
اجيك انا عاني ادور لقرباك وتبعد كان القلب ما قد عرفني وان رحت عنك تموج والريح درباك وتقول شفت اليوم قلبك تركني روحي تحبك غصب عني تحبك والمشكلة حبك بروحي جرحني جرحني وإذا شكيت تقول إيش كان ذنبك ذنبي هويتك يوم حبك ذبحني ذبحني Refresh. We the best music. مارينا اف ام 90.4. وهل في اهداء من القلب الى القلب؟ هل في كلام ممكن ان احنا نوصله حق الانسان اللي نحبه؟ هل في اشخاص ضعاف لدرجه بانهم ينتظرون هذا اليوم علشان يعبرون؟ هل في هذا القلب المسكين اللي يتمنى لو انه هو يقول اللي في قلبه ولكن دائما الظروف توقف بويها؟ دائما يحس بانه لا عبر ممكن الموضوع ينقلب عليه بشكل مختلف تماما. هالنوعية من الناس دائما تتحجج وتحاول تلاقي أبسط الطرق علشان بس يقولون الكلام اللي في قلبهم. يتحجج برسالة، يتحجج باتصال، يتحجج بإحساس، يبي يوصل شيء بقلبه، يبي يقول. يمكن شاف يوم حب الناس كلها تعبر، قال خل أعبر علشان إذا إحساسي قوبل بالرفض إلا على الأقل أنا لابس شماعة بأن اليوم يوم الحب. وفي اللي يتفنن، في اللي كل يوم يحب بطريقة، كل يوم يحب بشكل، بالنسبة له كل أيام حياته هي أيام حب، سواء بمعاملة، سواء بكلمة، سواء بتصرف، سواء بفعل، يحاول بأنه يعطي كثر ما يقدر. في اللي ما يعرف يعبر، أفعاله هي أبرز دليل للحب عنده. تلاقي لو قلت له جلك ما تعرف تعبر عن اللي بقلبك يقول لك ودي، بس والله العظيم ما أعرف أصيغ الجمل، ما أعرف أقول الكلام بشكل صح، ولكن إذا جيت بتقيس إش كثر هو يحبك راح تشوف أفعاله تشهد له بشكل جدا خطير. وفي اللي يكتب شعر، وفي اللي يغني وايد، وفي اللي يعبر وايد واللي يحس وايد، كلهم اليوم موجودين وملتمين علشان يعبرون. وفي اللي ما عنده أحد يعبر له، حب نفسه واكتفى بذاته، يحاول إنه هو يتغاضى عن هذا الكل اللي قاعد يصير ويقول يكفيني بأني أنا أحب نفسي والحب مو موجود بهالزمن. وهو داخل في قلبه يصرخ يدور اهتمام، ولو أي أحد يلتفت عليه بابتسامة راح يبتسم من قلب. لا تكابر على مشاعرك، كابر عليها بأيام ثاني، بس لا تكابر عليها اليوم. لا تقول بأن أنت مو محتاج اهتمام، أنت إنسان. لا تقول بأن أنت مو محتاج أحد يحبك، أنت إنسان. لا تقول بأن الشوق والغيرة والخوف وسهر الليل ما ودك أنه يطري على بالك، أنت إنسان. لا تقول لي ما ودك تحس بنوال وهي تغني رويشد وهو يطرب، عبد المجيد وهو يتفنن، كاظم وهو يغني حب، ما ودك؟ انت انسان ويحق لك تحب ويحق لك تشعر ويحق لك تعيش هالمشاعر هذه بكامل قواك العاطفيه. لا تمنع نفسك، لا تكابر على نفسك، حب 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 حب، انشر الدنيا كلها حب، عبر حق كل الناس اللي حوالينك واستغل الفرصه صح. تحدى كل شيء قدامك، تحدى كل الظروف اللي وخرت إنسان تحبه عنك، تحدى كل العوائق اللي خلتك تقول حق الإنسان اللي قدامك اللي بيني وبينك مجرد مشاعر حلوة تجمع اثنين، وانت ودك تغني مع عبد المجيد عبد الله وتقول اللي بيني وبينك أكبر من السوالف، ودام قلبي بيدينك ليه يا عمري خايف. لا تخاف، على الأقل اليوم عندك شماعة، عندك عذر تستخدمه عشان تعبر. بعد أكثر من كذي ما فيني أقول لك، قول أحبك، قول مشتاق، قول ودي بقربك، عبر. ما في أي مخلوق بالدنيا راح يقول لك لا. أما أنا من ناحيتي فأنا مو بس أحب، أنا واصل إلى مرحلة الحمد والشكر يوم بعد يوم ليل ونهار. أقول الحمد لله على هالقلوب، الحمد لله على هالإنسان، الحمد لله على هالملاك اللي سكن قلبي، الحمد لله على نعمة الحب خلتني أقدر الحياة بشكل جدا أكبر، خلتني أحس بالحياة من يد ويديد. ولو بغني بصوت الحياة ما راح أقدر أنا أغني، بس أسلم الميكروفون حق اللي يعرفون يغنون بصوت الحياة.
قربني ليك سيبني أعيش أحساسي بيك حد العالم كله وأنا وياك وبقول للدنيا بحلها إن أنا بهواك وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك سربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك بتحدى العالم كله وأنا وياك وبقول للدنيا بحلها إن أنا بهواك وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك قربني سيبني أعيش إحساس هواك الله الله أكون مثلك أكو مثلك لي حكى كل اسمع كل اسمع مثلك لي نظرني نظرني أتبع وأكو مثلك لي حكى كل اسمع والقى مثلك لي نظرني نظرني أحضن بيافي وسمي عليك ومشت عيني لحظة كم أول حالي أحضن بيافي وسمي عليك عيني لحظة كم أول حالي أنت ساحرني نعم أنت أسرني نعم أنت ساحرني نعم أنت أسرني نعم مثل الهوى أحتاجه وأحب إزعاجه مدامي صبايا ويل وذا لمسني أشعر بجسمي قشعر وعيش بعالم ثاني يا ولي أولي وهلا بحبيبي وروحي يا ملح جروحي أبيك بروحي يا أحس بدون بغربة ضروري قربة وسلم قلبة يا ولي الله ومثل الهوى أحتاجه وأحب إزعاجه ومدامي صابة يا ولي إذا لمسني أشعر بجسمي قشعر وعيش بعالم ثاني أويلي وهلا بحبيبي وروحي هلا يا ملح جروحي أبيك بروحي يا ويلي وأحس بدون بغربة ضروري قربة وسلم قلبا يا ويلي يا ويلي أخيرة الله يعني قاعدين تدرون شنو ودي والله العظيم ودي أبوق الساعة 9 وأسلمها كلها لكم نقعد نغني 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 لين شنو لين آخر البرنامج أعطيكم سكر نبات وينسون أروح أصواتكم كلها المفروض قبر علي لا صدق ما أعرف جسم منكم نستفيد يا بعد عمري إيش صار هني سماعة لقت يلا أخيرة اخيره تبون اخيره انا بخطبق نازله راح اواقيك ما راح اقول لك شنو راح اغني ايه يلا
ماني عارف الله موقفي قاسي ولا عاطفي انطفى نور المحبة شوقي قرب ينطفي ماني عارف موقفي قاسي ولا عاطفي انطفى نور المحبة شوفي قرب يختفي مالي عارف موقفي مرة هلقاني معاه طير هايل في هوا مرة تخيلني نجمة بس ما توسع سما بس ما توسع سما مرة هلقاني معاك في هواك مرة تخيلني نجمة بس ما بس ما توسع سما حقولولا حبيبي قلبي لحظة ما نسى حتى لو مو من نصيبي حلوة أيامي معاك حلوة أيامي الله 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 برافو عليكم رابي الله يا جماعة كل بالاستديو تحية حق آلاء الهندي وجاسم محمد وأحمد فؤاد بدعته زين عادي الحين بس أشغل أغاني الساعة اللي وحنا قاعدين نغني تحت الهواء يلا طبعا عشان نختار ترى اليوم يعني اليوم أنا ما يعني يعني أنت قلت عنا كلام صراحة يعني خجلتنا تستاهلون أكثر والله العظيم فما في رد نقدر نرد عليك مشكور حبيبي ونتشرف اليوم معك شكرا بطلب شيء سريع ولكم هذا مو لي انا للامانه الاء نعم. لك دقيقه ايه؟ تغنين فيها اغنيه اهداء حق شخص بمناسبه يوم الحب وانت حره احمد راح يكون معك بعد ما تخلصين الدقيقه اللي عندك جاسم اتوقع في عندك اغنيه ودك تغنيها حق الغاليه شيء ما اذا كانت قاعده تسمعنا فراح نسلمك الهواء عقب ما تخلصون ما راح اقول ولا حكي على الهواء راح ادش بالساعه الجايه على طول اوكي بس كل اللي بقول لكم يا احمد فؤاد مشكور 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 ما قصرت جاسم محمد مشكور 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 ما قصرت الو ما داعي اقول لك مشكور ان انتوا يانا بالبرنامج تيم ريفرش كلكم مشكورين تيم ريفرش كلكم مشكورين وما قصرتوا والهواء مع الاء ثم مع جاسم من بعدها عيشه ومع اجواء الحب في مارينا اف ام اليوم لغايه ما ينتهي يوم الحب ان 3 2 1 جو شوفني صح احاول اخفي احساسي ولكن بلا شك تشوف الفرحة في عيني أحبك بالعقل والروح أحبك حبي ما قدر أعند في إحساسي لقيت الحب أكبر مني أخذ أنفاسي معك معك الدنيا شي ثاني معك الدنيا ذي أحلى
ومهما كانت الدنيا معك أحلى أكيد أحلى تخيل دنيا من غيرك أو لحظة من غيرك أنا ما أشوف الدنيا وبقلبي أحد غيرك حاولت الله 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 تسلم وليش أنا أحبك أبد ما قلت لك يعني ولا بدأ البعد يضيعك مني اذكر بقايا الشوق ما يوم مر ظني ما ظن بك بالخير وانت متجاهلني وليش انا احبك ابد ما قلت لك يعني ولا بدا هالبعد يضيعك مني اسال بقايا الشوق ما يوم مر ظني ما ظن بك بالخير وانت متجاهلني أدري اختلاف الرأي مخوفك مني وأدري إجاباتي ما فادتك لني ودي تشوف الحب مرة حسب ظني ما ودي أتسرع بحبك وما انت فاهمني آه ما انت فاهمني هني حق شيء ما بس ومثل الهوى أحتاجه وأحب إزعاجه مدامي صباه يا ويلي بس هي فهمت يعني خلاص فهمت؟ فهمت بس كواكم الله وعسى الحب دائما موجود بينكم وبقلوبكم الله يسلمك ويدوم يدوم الحب ان شاء الله يا رب ما توقعتك بترد فعرفت لي وقاعد اقول ويدوم تسمع الله يسلمك وما عارف اربو اكو اوفر اكو شكرا